بالنسبة لأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وصل مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض في إطار زيارة تأتي في إطار حرص الجانبين المصري والسعودي على تعزيز التعاون المشترك وبحث القضايا الإقليمية. كمان بالأمس المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، تم تقديم كافة سبل الدعم للأشقاء السودانيين بوصول سفينة مصرية تحمل مساعدات إغاثية إلى ميناء بور سودان بدولة السودان الشقيق. تعالوا نروح مع حضراتكم نشوف مزيد من التفاصيل في التقرير اللي جاي. أخبار كتير حصلت امبارح. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وصل مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض واستقبله بالقاعة الملكية الرئيسية الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير الرياض والسفير أحمد فاروق سفير مصر لدى الرياض. كان رئيس الوزراء قد غادر القاهرة في زيارة للمملكة العربية السعودية بتأتي في إطار حرص الجانبين المصري والسعودي على تعزيز التعاون المشترك وبحث القضايا الإقليمية وفي ضوء متانة العلاقات القوية والاستراتيجية التي تربط القاهرة بالرياض. تستهدف الزيارة بحث سبل التعاون المشترك مع كبار المسؤولين السعوديين وأيضاً العمل على بحث فرص الاستثمار المشترك. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أن الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تفقد قاعدة محمد نجيب العسكرية بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة، والذي يأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الميدانية لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. وقام الفريق أول عبد المجيد صقر بجولة تفقدية تضمنت المرور على ميادين التدريب التخصصية وناقش عدد من المقاتلين في كيفية تنفيذهم لمهمهم المكلفين بها، كما قام بالمرور على ميادين الرماية الإلكترونية المزودة بأحدث الأنظمة مما أهلها لاستضافة التدريبات المشتركة ونقل وتبادل الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة، كما قام بتفقد أماكن الإقامة والإعاشة المخصصة لوفود الدول المشاركة في التدريبات المشتركة المختلفة. أيضاً شارك القائد العام للقوات المسلحة مقاتلي المنطقة الشمالية العسكرية تناول وجبة الغذاء، كما نقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وتهنئته بمناسبة المولد النبوي الشريف. وأكد على الأهمية الاستراتيجية لقاعدة محمد نجيب العسكرية كقوة رد على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي قادرة على صد أي عدائيات بما تمتلك من أسلحة ومعدات وفقاً لأحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة. أيضاً امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تم تقديم كافة سبل الدعم للأشقاء السودانيين، والتي وصلت إلى ميناء بور سودان بدولة السودان سفينة أبو سمبل 2 التابعة للقوات البحرية المصرية محمل عليها أكثر من 200 طن من المساعدات الإغاثية من مواد غذائية وإعاشية ومستلزمات طبية وأدوية مقدمة من القوات المسلحة المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة والسكان وجمعية الهلال الأحمر، وده لدفعها إلى المناطق الأكثر احتياجاً بدولة السودان الشقيق التي تعاني الولاية الشمالية فيها من أضرار السيول. ويأتي ذلك انطلاقاً من الدور المصري الفاعل تجاه الأشقاء وتقديم الدعم والتضامن ليهم في مختلف المحن والأزمات. امبارح تم تنظيم احتفالية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وتزامناً مع ذلك تم تنظيم احتفالية للنزلاء المسيحيين بمناسبة عيد النيروز في إطار الحرص على إحياء المناسبات الدينية لكافة النزلاء لإعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيقاً للسياسة العقابية الحديثة.